حروب وعندنا ضغط نفسي كتير كبير على أهل غزة، هما بيلاقوا إنه هنا الضغط النفسي بيجوا نفس الضغط عندنا في المسرح، بيجوا للترفيه بنرفه عنهم شوية بنبسطهم شوية، هذا أهم شيء. شدنا إنها بتحكي قصص كتيرة كانت تصير في الحرب عنا، قصص كتيرة إن كيف الناس كانت تتعذب، يمكن هي مش واضحة للعالم إنه إحنا الوضع إنه في قتل في قصف في إشي، لكن الأشياء اللي بتصير في الناس في إيش بصير معهم ما كانتش واضحة أبدا، إيش الآثار الحرب علينا، كيف الناس اللي بتساعدنا من برا إيش بصير فيهم.